المباراة يعني مباراة صعبة. ليش؟ لسبب لأنه الفريقين نفس النقاط تقريبا، فريق الأهداف احنا عن البيري، الفريق البيري متخوف يفوت فيه هدف، ثقافة الكريم نفس القصة، بنحاول ان احنا نجيب جول ونفتح المباراة على أساس انه احنا صراحة المباراة على ملعبنا، وثلاث نقاط هي مهمة كثير لنا. ليش؟ لأنه احنا أول مباراتين لنا في الدوري صعبات اللي هن البيري وأهل الخليل، البيري نفس النقاط، أهل الخليل اللي امبارح لعب مباراة على أرض ملعب بلاطة وفاز، فهذه مباراة الأهلي عملت للفريقين عملت ردة فعل إنه صار في خوف إنه الفريقين أي فريق يخسر النقاط راح يتأثر على جدول الترتيب، بما إنه إحنا آخر ثلاث فرق تقريبا. فبتمنى إن شاء الله في الشوط الثاني إنه يتغير الأداء، وبالنسبة للاعبتنا عندهم شوية شد رهبة من المباراة، صار لهم فترة مباراة الدوري أول مباراة في الإياب، فبتمنى إن شاء الله الشوط الثاني تكون مغاير إن شاء الله. مباراة حساسة جدا وصعبة على الطرفين، تعرف يعني إحنا في آخر الترتيب 10 نقاط 10 نقاط، وثلاث نقاط مهمات جدا يعني للي بحصل عليهم. بالنهاية يعني هاي كرة القدم، إن شاء الله تطلع لعبة نظيفة ولعبة كويسة، وبالنهاية منبارك للي بفوز.